الاسم محظوظ، بس هو اكثر شخص منحوس على الكره الارضيه. وهذا الاستاذ جعفر اخو محظوظ، سبب نحس المحظوظ هذا الولد. اخي يا رب يا رب يسر معي يا الله. لك انا يا حظي اشتغل ما بعرف، كل ما بوصل الشغله للنهايه بتنخرب. يا رب صار لي 6 اشهر عم بتعب، يسر معي يا رب. قد المصاري هي 700 دولار، بس عندي 300 مالي غير. اروح عند رفيقي محمد بركي بدايني وبحقق تليفون احلامي. كل ما بتعب بصمد المصاري بصير معي شغله بنصرفه معي. يا رب يا رب تتيسر معي المره يا رب. اروح اشوف هذا بركي بدايني. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون شريك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. تغلغل لديب حسب المقاليد. انت تعرفني اني انا صار لي 6 اشهر عم بكحط ليل نهار وبشتغل عشان احقق تليفون احلامي يلي صار لي سنه ونص عم بلحقه، كل ما بصمد المصاري بيروحوا. ايه ناقصني انا 300 دولار، هل تساعدني فيها؟ والله انت منفوس، بخاف اعطيك المصاري تموت، مين بده يرجع لي اياهم؟ هيك يا زلمه عم بقول لك ديني ديني، يعني شلون بدي اموت؟ مين قال لك اني انا منحوس؟ انا اسمي محظوظ، يعني الدنيا كلها مفتحت لي، بس هيك احيانا الدنيا بتتسكر بوجهي. ايش بك يا زلمه؟ كله 300 دولار تكرم علينا خليها اعطيك مثل ما بدك، بس عارفين ما بدك ترجعهم. هيك هات انت اللي قلك هات وراح تقول لك احلى صوره سيلفي بس اشتري لك اياها. هيك تفضل. احلى زلمه بالدنيا لك كفو والله. عارفين ما بدي يرجع لي اياهم، ليش بدي يا رب. الحمد لله شكرا لك يا رب. واخيرا ضم بعينيك وخبيها اغمرها ومن الكون احميها. حصلت على التليفون كنت احلى فيه بكل حياتي. قال الشيوخ بيقولوا لي انت منحوس. قال لك انا على طول بقول له اسمي محظوظ. قولوا فعلا لك انا محظوظ. انا صعيم الدنيا تسكر بوتشي. واخيرا حصلت على التليفون كنت احلى فيه بكل حياتي. قال لي ترقيق شيء حلو والله. ما في غير اطلع كبل الوراق اطلع على جنينه تقصده واجيكر فيها رفقاتي. لك والله فرحت ما بعطيها لحدا طاوي. تليفون لك اللي كنت احلى فيه كل حياتي. ايد سنتين اللي حصلت عليه. ايه ما في غير فوت على الكاميرا انطق صوره واجيكر الشباب يعني كله يقولوا له انت منحوس ما خرج يشتري تليفون. لا فرجيهم محظوظ شلون اشترى تليفون. شوف المحظوظ شلون اشترى تليفون. انت ما بتعلم تشتري. ايه ظلمتيني حرمتيني ولي في قلبي حرمتيني. الله يوفقك الله يوفقك. الشاشة راحت. الله ياخذك الشاشة راحت. لك تليفون طول حياتي بعلم فيه. لا والله انا محظوظ. لك والله اسمي محظوظ بس ليش منحوس ما بعرف. اخ اخ ايش احكي على حظي؟ سنتين تعب، 6 اشهر صارت سحبه ما عطل دير وصار علي. وكل هذا اني مشان التليفون وبعد ما اشتريته اخوي الصغير بتعبى فيني بكسره. انزل بحظي ايش احكي ايش احكي؟ لك انا اسمي محظوظ. لك بس ليش هيك؟ لك اسمي متبري مني قال محظوظ. قال يعني عن جد صرت اسد العالم لما يقولوا لي اني انا منحوس. هلا دين صار علي شغل ومعلم قلعني بعد الشغل كله بعد ما صار مصاري صرت انا رفس ما عاد اشتغل. صار عندي تليفون ساعه ما طول معي. ايش اسوي بحظي؟ احسن شيء اطلع اشرب فنجان قهوه واروق دماتي لاني رح افجر. نشوف انا عارف شو قبل ما لنا حظ.
خلاص خلاص. بعد ما انكسر تليفوني انا بس بدي اعرف حظي ليش هيك؟ لا اهلي ليش سموني محظوظ اذا انا منحوس؟ الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. كسرت لي التليفون. بتعرفوا العدنان شهابي؟ ايه بعرفه. لك ما شفت شهاد بيقولوا اشتركوا بالقناة؟ ايه وين المشكلة؟ لك تم بقولوا ما حدا مشترك بالقناة.